أنا بالنسبة لي إجرائي خلاص صار يعني انتهى، هذا شيء حق شخصي للاعب، حيرفعون فيه خطاب رسمي موجه للجهات الرسمية والجهات الحكومية راح تأخذ حقه. اليوم كيف تعلق على قرار لجنة الانضباط عامين من الإيقاف لحسن معاذ وبنفس الوقت غرامة 100,000 على يعني الأحداث اللي صارت بينه وبين عبد الغني؟ والله يقول حسن معاذ صح أنه أخطأ وارتكب خطأ يعني وخرج عن الروح الرياضية، لكن أشوف سنتين هي يعني تو ماتش، يعني عقوبة 100,000 ممكن، لكن السنتين لو يقلصونها شوي لأنه خلاص عمر اللاعب الرياضي بينتهي، أتوقع بعد سنتين ما راح يكمل. والله أشوف أنه منصف وأكثر من منصف. أنا من ناحيتي ودي أنه بالشاط من هاي من ناحيتي يعني لأن حركة غير يعني في ملعبنا خاصة في دولتنا السعودية عيبنا يصير هذا، وكرياضة مهتمين فيها أكثر من اللازم يجي مثل حسن معاذ ويسوي هذه يصلح هذه الحركات. أخطأ عليه صراحة. ليش أخطأ عليه؟ يا أخي استفز حسين عبد الغني. حسين عبد الغني معروف من زمان ويستفز اللعيبة، يجي بجنبه يسوي الحركات واستفز وهذه. بس أنت ما أنت موجود كيف تصدر حكم؟ أشوف التلفزيون شايفه. يستاهل والله حسن معاذ إيقافه أكثر لأنه اعتدى، وشفنا الصور بالدماء والأمور هذه يعني أنها خارجة عن روح الرياضية. سنتين كثير، أنا أشوف أنها سنة مع الغرامة خلاص، أما سنتين حرام، هذا لاعب يخدم المنتخب فيما بعد، إحنا أهم شيء عندنا المنتخب، اللاعب هو يتفاهمون وفي محاكم في قضاء ولكن البلد تحتاجه. طالما أن القضية هنا جنائية تحل النيابة، وأنا أشوف إيقافها سنتين إنه يعني كثير، المفروض هذه يثر على الفريق ما يقدم الناس أو مثلا الجزاء راد أنه يثر على شخصيا، لا هذا تأثير على الفريق، والمفروض ما دام القضية أنا حيلة للنيابة أنا أشوف من سنتين أنها كثير. ضد أنه جمعوهم وحققوا، لأن حسن معاه جاء اعتداء خارج الملعب انتظر في الممر ترصد له، فللأسف كنا نتوقع أنهم لعيبة الخبرة ويخدموا المنتخب سواء ينتظر في الممر ويطلع دمه، فأتوقع سنتين قليلة بعد.